حياتي اتغيرت من النسخة الأولى الاحتفالية قادرون باختلاف سنة 2018 لما حضرتك قررت إنه يبقى عام الإعاقة. كل المستشفى بتقول لأبويا رجلي بتتنبتل. أمي جاتهم لا تبترش رجله، أعطوه فرصة عشان إيش؟ يضل رجله وقبل ما تطلع لنا محاولة على مصر على البلاد الثانية. نفسي أحضن الرئيس وأبوسه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت وكل اللي اتصاب وكل اتأذى يعني. والشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قادر يعمل المستحيل كله. اسمح لك أسلم عليك.